عايز اعمل برجر النهارده للاولاد، اعمله فراخ اعمله لحمه، هي التركيه واحد، والفكره بس ان احنا بلاش نستخدم لا بيض ولا بقسماط في البرجر، مش هيبقى زي طعم بره. البرجر عايزه تاكليه زي بتاع بره، بل لما بقول بره مش بره مصر، يعني زي المطاعم، يعني بره البيت عشان نفهم الموضوع صح. مقاديره على الشاشه، معايا الصويا بتشتريها من اي محل بتاع بقوليات او عطاره، ومعانا لحم مفروم هبره ممكن تكون ضاني او كندوز نسبه الدهون لا تتعدى 30%، ومعانا كمان بصل جميل زي الفل البشاير بتاعته، البصل الابيض الحلو انا بحبه لما يتكرمل، ومعانا طبعا ثوم وبصل ومعلقه من الكاتشب والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وزبده طبعا عشان نكرمل بها البصل. هي بره مكونات البرجر. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله في متناول الجميع، ولكن الطعم والخبره الطهويه مع المغازي. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. هي اهم حاجه نامن على حته اللحمه تكون حلوه معانا كده، هناخدها بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. ضاني او كندوز مش هتفرق، يعني هي المشكله ممكن تجيبها كندوز وتحط عليها حته ايه ليا ضاني، قلبت على ضاني عادي خالص. انا بقول لك على حاجات، لما تروحي مطعم وتطلبي كيلو كفته ضاني مش هتجيلك ضاني كلها عشان ما نضحكش على بعض. حته اللحمه الكندوز بتجيلك مفروم عليها حته ليا، ويا باشا ضاني وحياه عينيا. هناخد الصويا اهي تنقعها في شويه ميه ساقعه مش ميه سخنه، ما هياش برغل، تنقعها في ميه سخنه، خلي بالك دي غير البرغل، صويا من عند العطار. جاهز مثلا او بعض المحلات لما بتعمله بتلاقي فيه قرشه كده تحت اسنانك، القرشه دي ما هياش عظم متكسر ولا حاجه، هي الصويا اهي. ممكن الصويا دي تقلبيها على اللحم بعد ما يتطحن كويس زي ما انت عايزه بقى، في حته برجر بتلاقيها ناعمه وفي حته برجر بتلاقيها خشنه تحت اسنانك، فبتختلف من مكان لمكان ومن براند لبراند. انا هطحن الصويا مع اللحمه المفرومه. حلو الكلام، اخدت كده كل الصويا اللي في الميه، او من بلد لبلد او من مطعم لمطعم. حلو الكلام، تعالوا مع بعض. نعم يا فندم، كمية الصويا الله عليك يا دوحة، واضح انك انت هتاكل برجر النهارده. كمية الصويا لكل نص كيلو لحمة يتحط عليها نص كوباية من الصويا، يعني تقريبا نقول 150 جرام لكل كيلو لحم يتحط له 150 جرام صويا. في قلب الكب هنحط عليها بصل، والبصل بقى ما نجيش هنا بقى نبقى حاطين كل حاجة بالشكل ده ونحط بصل سليم، يفضل البصل مفروم بالشكل ده كده عشان كله يتقلم مع بعض. ده بصل زي الفل. شويه ثوم، وارجوك يا ست الكل بلاش الثوم البودر ولا البصل البودر في الخلطه بتاعه البرجر، ثوم طازه عندنا اهوت زي الفل. حلو، تسلم ايدك، واحط مكعب زبده مع الخلطه دي، هي دي التركايه. لما تسيح جوه حته اللحمه بقى تحس ان حته اللحمه فيها جوسي كده وفيها طعم وفيها مزازة وطرية ولطيفة زي الفل بوجود حتة الزبدة ومكعب الزبدة اللي حطيته جوه خليط البرجر كده زي الفل. هنا معايا روزماري بعطره كده اهو في قلبه، ده الجديد بقى زي الفل. هنقلب كل ده مع بعضه وبعدين نحط التوابل بعد ما يتخلط. حلو، التقليبة الأولى نمسك كده بالراحة خالص، يعني لازم الخليط ده يتقلب كويس بمعلقة خشب كده أو الاسباتيولا دي كده، دي موجودة في المحلات بتاعة الأدوات المنزلية. شوف بعمل إيه، بجيب اللي تحت فوق كده وأقلبه وأتأكد إن الخليط كله يتقلب مع بعض. طبعا بيكون عندي الجريلا بقى سخنة. الطبيعي انك انت ممكن عايزه توفري وقت ينزل على مفرمه،
انت طبعا مش هتشغل المفرمه عشان نص كيلو لحمه، هتلاقيهم كلهم راحوا في زور المفرمه تدوري على اللحمه ما نزلتش من المفرمه. حلو، انا بقول لك على الحاجات اللي بتحصل علشان تبقي انا صادق معاكي. فيفضل الكبه، بس الكبه طبعا ايه بتاخد مجهود منك شويه في انك انت ايه بتقلبها زي ما انا بقلبها كده. اه خلاص هي الخبطه دي وخلاص وشكرا. اه شفت زي الفل. هنبدا نحطها في البايركس بتاعنا ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اه الله، حته لحمه ملبن. شفت ازاي؟ يا نعم هو ده سؤال جالنا من الكنترول دلوقتي، قال لك محتاج ان انا احط اللبابه بتاعت الفينو ده، بقت كفته، بقى بوفتيك، ما بقاش برجر. عشان كده في البدايه خالص قلت ممنوع منعا باتا نحط بيض وبقسماط في البرجر، عشان كده احنا بنغلط في حق البرجر بنغلط في حقه. احنا بنقول برجر ما نقولش ايه هامبرجر، نحط نقول برجر او بيف برجر او تشيكن برجر او فيش برجر. حلو، ادي حته اللحمه بتاعتي زي الفل، اقلبها كده، حته الزبده فيها رايحه جايه، دي مهمه جدا، مكعب زبده كده اهو وجوده في حته اللحمه غير الليه وغير الده. الزبده لما تسيح مع التسويه بتخلي لك حته اللحمه فيها طعم وجوسي اهي. ننزل بالتوابل بتاع ايه توابلها بقى، هو ده الكلام. توابل البرجر معروفه بسيطه وسهله علشان ما تضيعش مننا الطعم. فلفل اسود ده اساسي، يفضل مطحون ايه طازه. حلو الكلام. والملح بتاعنا، كل ما كانت حته اللحمه طازه تقليل التوابل علشان تستطعم اللحمه، وشويه بابريكا حلوين كده. لو فراخ حطي كركم، لو احنا عاملين برجر فراخ حطي كركم وشويه زعتر. اقلبها تاني بايديا كده. اللهم صل على النبي. ومعانا جريلا بتسخن على النار. طب انا عايز اعمل دواير البرجر او اقراص البرجر زي برضو ما بشتريها من بره، اعملها ازاي؟ هعلمك دلوقتي حالا. حلو ما شاء الله، حته اللحمه فله خدت زي ما هي كده. الله، دول لو احنا قعدنا نقسمهم بقى مثلا تكلفتهم مثلا كلام فاضي عشان نتكلم الصراحه يعني. تعال اشتريهم بقى كيس بقى برجر بمبلغ وقدره، وما انتش عارفاها لحمه ايه في الاخر عشان نتكلم اللي ايه الصراحه. فلما تعملها في البيت دي حاجه مضمونه. حلو الكلام. شيل الخلاط كده، عايز اعمل برجر زي بره، اعمله ازاي؟ هعلمك دلوقتي حالا. تعملي كذا قطعه وتخزنهم في الثلاجه وقت اللزوم، او وقت انك انت عايزه تاكلي ولادك سندوتشات برجر. ادي ورقه زبده، مش ان احنا مش عارفين نجيب الحلال، بس انا بعلمك ازاي باقل امكانيات تقدري تعملي مطبخ متغير الطعم ومتغير اللون ومتغير الشكل وقيمته الغذائيه عاليه، وفي نفس الوقت كمان حاجه ولادك يحبوها. ده زيت زيتون عشان البرجر ما يلزقش في ورق الزبده اهو، وفي مكن بيطلع لك البرجر ده، المكنه مبلغ وقدره. انا بقول لك على اللي فيها يعني، تعملها 5 6000 جنيه.
طب انا عشان اكل ولاد برجر اجيب مكنه بخمس ست الاف جنيه؟ حلو، ادي ورقه الزبده دهنتها زيت، واخد العجينه بتاعتي الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي، وافرتها هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بشكل برضو مستطيل او مربع ايا كان. الباقي هنلمه تاني ونفرده لغايه لما ناخد الايه الاحجام اللي احنا عايزينها. اه السمكه بتاعت البرجر بقى بتاعتك انت بقى، انت والطلسه بتاعتك، عايزاها تخينه هتخليها تخينه، عايزاها رفيعه شويه هتخليها رفيعه شويه، بتحب البرجر ويل دان بتخليها سميكه قوي، وهكذا. اه بالشكل كده السمكه واحد. عندنا القطاعه، في قطاعات بتاعه الفطاير منها كتير، دي بتاعه البيض، حلقات البيض بتجيبيها بتحطها في طاسه وتحط الحلقه بتاعه البيض. بس يا مغازي لما باجي اعمل البيض في البيت البيض بيلزق، دي لازم تسخن كويس مع الطاسه اللي بتعملي فيها بيض، لازم درجه الحراره الطاسه والحلقه بتاعه البيض يكونوا الاثنين سخنين، ونحط الزيت هنا ونبدا نحط البيض كده. في الحلقه دي مش هتلزق في الحلقه بتاعه البيض، بتلزق امتى؟ لما بتحطيها وتكسري البيضه، فبيبقى الزيت سخن والطاسه سخنه، اما دي بارده، دي مهمه جدا. فممكن تقطعي بيها وممكن تقطعي بالايه بالقطعه دي زي ما انت عايزه، زي ما احنا حابين. يا نعم يا استاذه. حلو، هنحط الزيت هنا، شوف انا بعمل ايه، احباس هي دي، شفت الحركه دي؟ اه دي زيت هنا. اه واجي هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وعملت واحده. حلو كده، الله، ايه الحلاوه دي يا شيخ، ايه الجمال ده، ايه الجمال والحلاوه دي. واحطها هنا تاني مع بعض، ونيجي هنا. لا وانت عارفه مكوناتها ايه، عاملاها بايدك، وعارفه اولادك بيحبوا البرجر سبايسي ماشي، اولادك يحبوا البرجر فيه نسبه دسامه عاليه ماشي، زي ما انت حابه. اه هتلاقي كلها حجم واحد. عايزه تخزني شويه بتحطهم في طبق التلاجة او طبق التغليف او طبق التخزين، وما بين كل طبق وطبقه كيس بلاستيك أو رابل التغليف، ده بكر كده بيتجاب عشان ما تلزقش كل واحدة في التانية. دول تلاتة عيني. حاضر، نعمل دي كده مع بعض. طب بقية اللحمة يا شيف هتعمل فيها، هنلمها برضو وفي نفس الوقت ايه هنشكل منها ونطلع ليه الأحجام اللي احنا عايزينها. بس خلونا نعمل ايه خمس قطع كده من الكمية اللي معايا. اهي واحدة أخيرة معلش عشان أطلع فاصل. اهو بص كده، اهي الحمد لله جايه بالظبط. اشيل اللحم كده من حواليها. وهنلم اللحم ده تاني ونشكله تاني. علمتك ازاي؟ بطريقه بسيطه وسهله، تكلفه قليله جدا، قدرت تعملي وتكوني عندك مهاره في عمل البرجر. خلونا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع تاني نشكل اللحم ده كده ونطلع منه كمان اتنين، ربنا يكرمنا ان شاء الله. يبقى احنا عملنا كام؟ خمسه واتنين، سبع قطع برجر، كل واحده فيها حكايه، كل واحدة فيها خبرة طهوية، أنت عاملاها بإيدك، عارفة مكوناتها، ملحها كتير، الفلفل كتير، سبايسي مش سبايسي، بصل، توم، بتقدري تتحكمي في مكوناتها لأولادك وجوزك وضيوفك. تعالوا نشوف البرجر كام؟ 2 6 7 2 4 6 7. حلو قوي. اللحمة قد إيه؟ نص كيلو لحمة. حطينا عليه برجر، حطينا عليه قد إيه صويا؟ حطينا تقريبًا 200 جرام للأمانة. حلو الكلام؟ حطيناهم في ميه بارده 10 دقائق 5 دقائق كده، وبعدين خدناهم حطيناهم مع اللحم وحطينا عليهم البصل والثوم ولطيفه. يعني تقريبا 7 سندوتشات برجر. بس عايز انا اقول حاجه كده في عجاله، مش بتدخل في تفاصيل كتير، انتوا عارفين انا يهمني الموضوع اللي بتكلم عنه، بس انا بشجعك انك تعملي الحاجه دي في البيت. دوري يبقى 7 سندوتشات برجر، معانا العيش برده 7 لقم برجر، معانا بصل بقى، دي الخبره بقى، بصل هنكرمله ازاي ونعمله الكرمله بتاعته مع الباربيكيو صوص مع طحينه، حاجه واخده سكه تانية وطعم تاني، ده اللي انا عايز اوصله لحضرتك، مش عليه حته الجبنه والبيض زي السندوتشات العاديه، لا، الموضوع هنا مختلف. معانا طاسه على النار، حلوه اهو، بعود روزماري كده، شفت انا بعمل ايه؟ خبره بقى، شفتي؟ وانا بعمل كده طعم الروزماري في الكسرولة، هيعمل لك كده الراجل بتاع المطعم بتاع البرجر؟ ابدا مستحيل يا اختي. هو فاضي لك؟ عنده سيستم بيطلع له الاوردرات، عايز ينجز عشان يخلص الورديه ويمشي، ده الطبيعي.
شفت الروزماري والروزماري هنا، حلو الكلام؟ الله الله الله. شفت الحلاوه دي؟ هو ده هو ده. نشيل ده من هنا نخليه هنا، حلو. والله يا بقى ونصيبنا تاخد السته يعني كده، ما تقدرش تاخد اكتر من كده. دول كام؟ سته، حلوه قوي. ونسيبهم على النار في طاسه شديده الحراره، ده مهم جدا على فكره. ليه يا عم الشيف؟ عشان حته البرجر نحافظ على السيوله اللي فيها والجوس اللي فيها والطعم اللي فيها. في حياتك اوعى تفكري تشوي لحمه او تشوي فراخ او تشوي سمك على جريلا بارده او طاسه بارده، ده مهم جدا على فكره. معانا واحده كده نخليها على جنب وعلى نفس البلانشه، تعالوا نشوفوا ازاي هنكرمل البصل مع بعض. طاسه على النار، بنحط في الطاسه دي شويه زيت ونخليها شديده الحراره مع شويه زبده، وعندنا بصل شكله حلو قوي على فكره، سبحان الله. ده البصل بتاعنا الجميل الحلو، شايفين البصل وحلاوته؟ ايه يا ولد، ده يتاكل بقى مع طبق سلطه، ني حكايه. زي ما هي كده البصلايه باخدها، حلو. اكرمله ازاي؟ وانا معاك دلوقتي هوريك ازاي البصل يتكرمل. ده يتحط على وش حته اللحمه، حكايه. تعالي بقى شوفي مطعم يقدمه لك كده، مستحيل مستحيل يا اختي. نعم يا غالي. ده بقى انت بتدخل بقى في الخبره الطهويه. قطعت البصل على البلانشه بعد اللحمه. هتسالني اقول لك ليه؟ لان البصل ده يخش النار. لو اقطع بصل هناكله كده ني او هنحطه في سلطه، يفضل تغيير البلانشه او غسلها عشان ما نتفلسفش كتير. هنا الزيت على النار شديد الحراره، حلو قوي. بنحط مكعبين من الزبده، اللهم صل على النبي. وناخد البصل يا عم الشيف نسقطه على الايه؟ على الزيت والزبده، اللهم صل على النبي. ده بعد ما يستوي ويتكرمل وطعمه بالفليفر والروزماري والزعتر وياخد طعم الباربيكيو. الله. اسيبه كده؟ لا ولا سنه هيستوي، الحلقه هتخلص ونروح ولا لسه استوى. طب تعمل ايه حالا دلوقتي؟ اقول نعمل ايه؟ ده روزماري حطيته مع البصل، روزماري اخضر وحلو خليه دايما في مطبخك. ومعانا غطا زي الفل كده، شويه زيت كده على الوش، شويه زعتر على الوش عشان ريحه البصل، ومعانا غطا نغطيه. عشان نعمل عمليه ايه بقى؟ انعكاس للبخار، حاجه كيميائيه كده يعني، انعكاس للبخار ودرجة الحرارة. تلاقي البصل ده ما خدش من الطايم 3 دقايق واستوى معاك زي الفل. هنخليها على النار كده وننساها شوية. وعندنا البرجر اخباره ايه؟ نبص عليه كده ونقلبه مع بعض. نشيل ده من هنا عشان عايزين نعمل طاجن لسان عصفور بالفلفل، حلو الكلام. اللهم صل على النبي. النظافة يا اختي اهم حاجة، نظافة مطبخك يا نعم. دي الشوربه بتاعت لسان العصفور. ما تقلقش، تبص على البرجر كده، ايه رايك؟ شوف البرجر، شوف حلاوه البرجر. لا ده انت بتهزر بقى، تفك مين يا غالي يا راجل يا طيب، انت بتهزر. شفت الكرمله؟ الله، الف هنا وشفا. ممكن ناكلها عادي من غير عيش، من غير خبز، زي ما انت عايز تاكلها سندوتش، زي ما انت عايز. ممكن تكمل سواها في الفرن زي ما انت عايز. حطيت روزماري ليه في الطاسه اللي انا بحمر فيها؟ ده الجديد بقى، التحمير تحمير صحي كده وفي فليفر وفي طعم. حتى تخليها تستوي كده براحتها مفيش اي مشكله. شوف اللي جايه دي بقى، برضو دي من ضمن الافتكاسات يعني. معانا البصل اتكرمل اهو، بص على البصل وحلاوته، خلاص كده تمام. ده البصل اللي كان معانا من شويه، فاكرينه اللي حطينا له زبده؟ ايه اخباره؟ بص عليه كده، بص على الحلاوه. ده اللي هنحطه على وش البرجر بدل الجبنه وبدل البيض اهو.
عينيا، شويه كاتشب عليه، معلقه سكر عليه بما ان هو غني بالسكر البصل الابيض بالذات. بعمل انا الباربيكيو صوص بطريقه غير مباشره. خلي بالك ايه مكونات الباربيكيو صوص: خلي التفاح، كاتشب، معلقتين من النشا، توم طازه. ليه حطيت نشا يا شيف؟ عشان يديني القوام. شفت خد البصل لون، احط له شويه فلفل اسود، الله، شويه بابريكا، الله، واقلب تاني كده. ده هيتحط على وش البرجر، هتاكل صوابعك وراه. ده البصل الابيض اللي كان معانا من شويه. عايز الفراسه بقى بتاعه فرسان التلفزيون المصري، اخواتي وحبايب مصورين، يجيبوا البصل الابيض قبل وبعد. انا هحط ده جنب ده بس عشان نشوف الخير اللي احنا عايشين فيه. حلو الكلام. ده بصل ابيض كان معانا من شويه، بنشوفه عند الراجل الفكهاني، بنعدي عليه كده ونقول ايه: فين التفاح يا عم؟ تفاح مين؟ ده التفاح. انا عارف انك بتحب الصوره الحلوه دي كده. الله، شايف البصل؟ هو ده اسمه يخنه. يخنه البصل. انا شويته على النار بزبده بزيت بخبره طهويه، غطيتها كويس، حطيت معلقه كاتشب، معلقه سكر، شويه سبايسي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ هو ده. والسندوتشات خلصت معايا، خلينا نغرفها مع بعض. طلع البرجر من التلاجة ونحطه على العيش بتاعنا. ده الطبيعي. عينيا البرجر في الفرن اهو. يلا صل على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهو ناخد البرجر ده كده من هنا. شفت الحلاوة دي؟ شفت الشقاوة دي؟ شفت الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. نرجع لموضوع البرجر. البصل المكرمل عندي. عايزه تحط جبنه؟ انت حره بقى، ما انت الجبنه دي والبيض الولاد بياكلوه بره. اهو ده بصل حط على وش البرجر كده. الف هنا وشفا للي ياكل. اللهم صل على النبي. للامانه هنسيب اللحمه وناكل البصل ده. انا بعمل الحاجه اللي ممكن ولادك هم حابين ياكلوها بره، بس بتكنيك عالي بطريقتك انت. هي دي بقى شقاوه المطبخ، ودي فراسه المطبخ وانت واقفه فيه كده. معانا بصل ومعانا طماطم، نجرنش الطبق بتاعنا. حابه تحط مايونيز وكاتشب اختياري، دي بتاعتك. تعالى يا حلو. اللهم صل على النبي. برزنتيشن، خليكي زي شغل الايه لا كتاب ولا كراسة، المغازي جاب الخلاصة. هتقولي لي بتجيب الكلام ده منين؟ ما اعرفش والله، هي إيه بتيجي لوحدها كده بقى. ما نقول ده ارزاع راي فاروق. لا كتاب ولا كراسة، المغازي جاب الخلاصة. نعم يا فندم. زي ما هو كده. حلو الكلام. خلص البرجر.